الله أكبر، نصر من الله وفتح قريب. تقوم أفراد كتيبة الصواريخ أحرار الزاوية في معركة عاصفة الجبل بتجهيز صاروخ محل الصنع لضربه على معسكر الطلائع في قرية المصطومي. الله أكبر ولله الحمد. يا عبدو، اللهم ثبت رمينا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. 27/6/2013. الله أكبر، نصرا من الله وفتحا قريب. تقوم أفراد كتيبة الصواريخ أحرار الزاوية في معركة عاصفة الجبل بدك معاكل النظام في معسكر الطلائع في قرية المصطومي. الله أكبر ولله الحمد.